يسدون أبواب الرزق في وجوه العراقيين. بلدية الغدير التابعة لأمانة بغداد تفرض أجوراً لصيانة الأرصفة على أصحاب المحال التجارية بشارع الربيع في منطقة زيونة، ومن لا يدفع يغلقون باب محله بالكتل الإسمنتية. أمانة بغداد طالبت أصحاب المحلات بدفع 330 ألف دينار مقابل المتر الواحد من واجهة المحل، وهو ما رفضه أصحاب المحلات وعدوه ضرباً من ضروب الفساد المستشري في البلاد. يعني إذا مقابلي 3 أمتار قبال المحل يدفع مليون دينار والدولة تدفع مليونين، يعني هو يكلف 3 ملايين، وهذا الشيء ماكو. يعني هذا إحنا نعرف السوق موجود، والمنطقة الكمالية اللي بيها المواد الإنشائية مالتها موجودة، السعر مالتها ما يتجاوز 5-6 آلاف دينار. يعني هل هو دا يفيدون المقاول أو دا تستفاد بلدة الغدير بحيث يسوون تمويل ذاتي دا يطلعون للمواطن، والمواطن يعني صار عبء عليه كلش كبير. أصحاب المحلات انتقدوا التصريحات الحكومية بشأن مكافحة الفساد، مؤكدين أن الفاسدين يرتعون في مؤسسات الحكومة ويفرضون الغرامات غير القانونية على أصحاب المحلات التجارية الذين يدفعون للدولة رسوماً وضرائب متنوعة. فعلى أساس؟ يعني أنا أدفع من رصيف، أنا دا أدفع لك ضريبة مهنة، نفايات، كهرباء، مي، هذا ان كلهن موفرات وهاي الوصولات موجودة عندي. التجار في الشارع الربيعي طالبوا الجهات الحكومية بتحمل مسؤولياتها في صيانة الأرصفة وعدم تحميلهم مبالغ كبيرة هي من واجبات الدولة تجاه مواطنيها، بينما تندر بعضهم على الأمر مؤكدا أنه سيحاول الاستفادة من واقع وجود الكتل الإسمنتية أمام محله. والله حصبغها للصبة واكتب عليها اسم المحل واسويها دعاية للمحل.